برحب بيك من جديد يا كابتن اسلام، كابتننا الكبار في الاستوديو التحليلي، كل جمهور النادي الاهلي. فوز مهم زي ما اكدنا وقلنا، لكن اكيد عايزين نتكلم اكتر عن هذا الفوز وعن الاداء بالنسبه للنادي الاهلي. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، بقول لك الاول كل سنه طيب يا كابتن سيد، عيد سعيد، والنادي الاهلي قدر بالفعل نعيد على جمهور النادي الاهلي، عيد سعيد على كل اللعيبه وعلى كل جمهور النادي الاهلي. الحمد لله، طبعا كل سنه وكل الشعب المصري وكل الامه الاسلاميه في كل انحاء العالم بخير بمناسبه عيد الاضحى المبارك. الحمد لله طبعا خاص باللقاء، لقاء في بدايه المشوار الافريقي في الدور التمهيدي مع فرقه اطلع بره. هي مش ماتشنا ده، لسه الماتش الثاني هو اللي هيبقى بتاعنا، لكن في النهايه اللعيبه اتعاملت مع المباراه بشكل ايجابي جدا، مع حدثه بشكل ايجابي جدا، حتى التغييرات كانت ايجابيه جدا. جيرالدو عمل شغل كويس قوي، اجاي عمل شغل كويس قوي، احمد الشيخ عمل شغل كويس قوي. فطبعا المباراه كانت في البدايه، لكن كمان استعدادا لبدايه الموسم. عندنا بعد 5 ايام مباراه مهمه جدا مع بيراميدز في الدور ال 16 في كاس مصر، ان شاء الله الرحمن نكون موفقين في التعامل مع باذن الله. الاشياء اللي بتسعد الكابتن سيد هي البدايات، ان كل لابد يكون في بدايه قويه، لابد يكون في رسائل لكل المنافسين. والنهارده على ما اعتقد النادي الاهلي كان عنده فرص كثيره جدا، لكن اكيد اتكلمتوا فيها مع مستر مارتن وانت اكيد يا كابتن. هي الكوره كده، يعني مهم ان انت تستغل كل الفرص اللي بتجي لك او معظمها او النسبه كبيره منها. يعني النهارده احرزنا 4، يمكن اضعنا عدد من الاهداف، لكن في النهايه الحمد لله على كل شيء. خلينا نقفل الصفحه ديت، لانها لسه على المباراه الثانيه اسبوعين، عندنا مباراه مع بيراميدز، عندنا راحه بكره، وبعدين هنستعد للمباراه بتاعه بيراميدز ان شاء الله في دور 16. احنا بنقول التشكيل لما قلنا اليو ديانج ومحمود متولي ومجدي قفشه مش متواجدين وخارج القايمه، يمكن الناس تسالت بشكل كبير، وتحديدا كابتن اسلام الشاطر قال يعني عايزين نفهم نستفسر من هذا الامر. فكابتن سيد معانا وكنا بنحاول مستر مارتن، لكن كابتن سيد معانا، وجهه نظر يا كابتن سيد في هذا الامر؟ طبعا هو جزء فني بحت يعني، لكن انا يعني دي وجهه نظر فنيه، لكن في النهايه خلينا ممكن اقول وجهه نظر يعني رايي يعني الشخصي، لكن هي في النهايه راجعه للجهاز الفني ومستر مارتن. انا في لعيبه لسه داخله من اقل من اسبوع معانا، وفي لعيبه كانت مريحه فتره طويله قوي قبل ما تنضم لينا يعني. فوضع طبيعي جدا ان انت يبقى في مش من اول لقاء، زي ما قلت لك في لعيبه لسه يا دوبك منضميه معانا من 5 6 ايام، لسه واخده يا دوبك حساسيه النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي من 4 5 ايام فقط يعني. وفي مجموعه منهم او في عنصر او اثنين منهم كانوا مريحين فتره طويله جدا قبل ما ينضموا للنادي الاهلي. انا دايما بقول لاي لعيب جديد للنادي الاهلي او داخل منظومه النادي الاهلي، بقول له يعني في لعيبه تندمج بسرعه، وفي لعيبه تخش التشكيله الاساسيه بسرعه، وفي لعيبه تاخد وقت شويه. ايا إن كان انت من الخيار الاول او الثاني، لازم يبقى في استمراريه، دي الاهم، اهم من ان انت تبدا او تستنى شويه، ان انت يبقى في استمراريه، في استمراريه في الاداء، في استمراريه في الشخصيه، في تطور في الاداء، في تطور في فهم شخصيه النادي الاهلي وهويه النادي الاهلي. عشان كده هتلاقي في ناس كتير جدا جدا ممكن ما تبقاش على نفس المستوى بتاعه الاهلي يعني، لكن محمود متولي وقفشه واليو ماشيين بشكل كويس، تمرينهم هايل جدا في الفتره اللي فاتت. لكن زي ما قلت لك، في بعضهم كان مريح فتره طويله جدا قبل ما ينضم للنادي الاهلي، وفي بعضهم كان لسه داخل معانا يعني. بيراميدز وحساباتها الخاصة وبيطلع من البطولة، نادي الأهلي بيقفل مباشرة لمباراة بيراميدز، كيف سيستعد النادي الأهلي غدا بالنسبة لكم راحة كابتن سيد؟ لكن أجواء الكأس مختلفة بشكل كبير جدا. هنعيد النهاردة وبكرة، ومن يوم إن شاء الرحمن يوم الثلاث بإذن الله هنستعد لمباراة قوية جدا مع فرقة بالتأكيد عندها قدرات كويسة، وبدأت امبارح كمان مشوارها الأفريقي. مباراة هتبقى مهمة ومباراة قوية، إن شاء الرحمن نكون موفقين فيها بإذن الله. شكرا. بنشكر أكيد من جديد يا كابتن إسلام، كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.